نشهد هذه اللقاءات المتتالية التي نقف من خلالها في كل مرة على ما توصلت إلى الجزائر من رقي ومن تحدي في إطار تجسيد المشروع. مشروع كل جزائري هو جزائر جديدة قائمة على مفاهيم أخرى، على مفاهيم تتعلق برفع التحدي عاليا في خاصة في المجال الاقتصادي، وهو الرهان الآن على كل المسؤولية الدولة انطلاقا من السادة الولاة إلى كل مسؤولي القطاعات المعنية.